عناب ماشي. لا عناب يا اسطى، عناب يا اسطى. يلا يوسف، صباح الفل والورد والياسمين على احسن ناس في الدنيا، بحبكم اقسم بالله. بحر وسمك ورمله ماشي، والدنيا جميله. خش على البوتل يا جماعه، عندنا بوتل الله اكبر. مش عايز اقول لكم الاسعار، مش عايز اقول لكم كل يوم وجع القلب بتاع كل يوم ده، بس هي الاسعار راحت في ده. دي حاجة مش بإيدينا، ده بقول لك الأزمة دي عالمية، مش عارف البحر فيه أزمة ولا إيه، مع إن دي خير ياما والله. والله خير ياما، بس الناس كلها بقت بتتكلم، الصيادين بيتكلموا بالدولار دلوقتي. ربنا يكون في عوننا وفي عونكم يا رب. يا جماعة البوتي ب 75، وعلى فكرة البوتي ب 75 قسما بالله ما يكسب. شكل كده جايبينها بشكل، مكان في العربية وخلاص. خش على المكرونة. مكرونه امهات كوليسترول طيبين كده، قربت تخلص خلاص. ماشي، تحدي اللي يجيب كيلو مكرونه زي دي ب 250 جنيه كلها الاسبوع الجاي. لو جبتها ب 250 جنيه تبقى فارس. العرض بتاعنا يا جماعه هنشتغل برضه نفس عروضنا ونفس شغلنا، بس قسما بالله كل حاجه راحت في ده، بس احنا هنشتغل زي ما احنا شغالين. 3 مكرونه ب 300، كيلو ب 130. تقول لي كيلو اقول لك 130، تقول لي 3 اقول لك ب 300 يا باشا. حاجه اللهم صل على النبي. مكرونه الله اكبر، في الوسط شويه وفي الامهات اللي كلها بطارية. ماشي، اللي انت عايزه تحت امر حضرتك يا فندم، تحت امر سيادتك يا بيه. جماعه البوري مبطرخ النهارده حلوه قوي وكبر قوي. وبطاريخ ايه بقى؟ بطاريخ الله اكبر الله اكبر. الحاجه الحلوه دي، السمك اللي يفتح النفس ده، قران ببيعه وانا ببص وانا فرحان والله العظيم يا يوسف. بالله عليك يا يوسف، بطل اكل بقى يوسف واشتغل معايا يوسف. يا يوسف يا يوسف، كله اكل 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 اكل، واحده واحده عليا يا يوسف. جماعه بور الله اكبر والله العظيم، 3 يسوى 300 جنيه النهارده. بور النهارده المبطرخ ده يسوى 300 جنيه، مش واحده كده ولا كده. البطروخ المليان اللي على بور، منقلكم بور النهارده بطارخ 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 الله اكبر. مكان تحتك الله، عيب عليك يا جدع. اسمك عم حسن يا باشا، مميز، احنا مميزين. النهارده جايب لكم البحر كله والله. يا جماعه البوري قسما بالله هو البوري المبطرخ. خلاص كل سنه وانت طيب، السهليه قد كده عشان البطارخ. النهارده ب 350 جنيه. البوري 3 كيلو ب 450، الكيلو ب 180. 3 ب 450، البوري ده شيره ب 150 جنيه. احنا بنبيعه في العرض، يعتبر بنبيعه جمله الثمن. 3 ب 450، والحق الاسبوع الجاي. لو جبت بوري ب 300 جنيه مبطرخ محقق. خش على البوري من غير بطارخ، الحجم اللي انت عايزه يا بيه، الحجم اللي انت عايزه يا باشا. حاجه تبارك الله كده، تبارك الله كده. البوريه الملفوفه، البوريه الكبيره اللي بالواحده دي. جماعه كيلو ب 140، كيلو ب 140. 3 كيلو ب 350، هيقف معاك ب 115. خلي بالكم الاسبوع الجاي هتسمعوا اسعار غير دي خالص. احنا لحد دلوقتي بنبيع بنفس اسعارنا، ما بنغليش، بس قسما بالله كل حاجه غالية. يعني اللي خزن النهارده سمك احسن من فلوس. تعابين يا جماعه الله اكبر كده، تعابين البلدي بتاعتنا الحلوه دي. دي في الصواني وفي القلي ولا شوك ولا فيها قش ولا فيها اي حاجه. تعابين يا جماعه الاتنين ب100 زي ما احنا شغالين. خش على التونه، عشاق التونه يا جماعه. سمك الله اكبر كده، سمك حلو. النهارده السمكه ب 150 مش 200 ولا ب 170، 150 بس. حاجه بتيجي كده وحاجه بتيجي كده، اللي بيجي حنين معانا بنبيعه حنين والله. اللي بيجي بغالي غصب عننا، بنحاول بقدر الامكان نوفر سلعه ونوفر جوده ونوفر سعر حلو، واحنا على قد ما بنقدر بنعمل معاكم والله. سمكه التونه ب 150 جنيه. الاسبوع الجاي لو جبتها ب 500 جنيه احسبني. خش على الجمبري البلدي الوسط ده. حاجة الله أكبر كده، وأديهم كده يا وسط. حاجة تبارك الله كده. حاجة الله أكبر. جماعة الجمبري ب 300. هو الجمبري، أيوه وريهم يا وسط. هو الجمبري من مكانه ب 300 جنيه، إحنا في سلع دلوقتي بنجيبها كشكل بس، لكن تكسب فيها حتى ما تكسبش مواصلاتها حتى. يعني زي البولتي والجمبري ده. الله ينور يا معلم. يا دوبك أقسم بالله ما بيجيبش مواصلاته. جمبري ب 300 يا جماعة. والاسبوع الجاي هتلاقي حصه 450. نبطل جمبري خالص. تعالى اعمل حداد على الجمبري وما ناخدش جمبري. اضرب. ربنا زي ما بقول لكم. خش على السوبيت.
السبيت البلدي اللي راسه صغيره ده السويسي اللي بتنضف بره وجوه، يعني كده خد الكيلو بخيره، كيلو بخيره مش هتنضف فيه اي حاجه، هتقلي منه على طول. السبيت ب 350 وما عادش في السبيت ب 350. اه الباشا ده، ايه ده بقى يا بقى ده الباشا يوسف، ايه ده يا معلم، ده البلاك تايجر ده يوسف. بلاك تايجر النهارده كده ليه؟ لا اللهم صل على النبي، النهارده بالوحده، النهارده رزق اللي هياخد بلاك تايجر قسما بالله. عزاز بيلعب النهارده، بيلعب يا جماعه، بيلعب يا جماعه، يسوى 700 جنيه و800 جنيه والله. الازاز المخطط دوت ابو دي المخطط ده بفلوس، البلاك تايجر بفلوس، بس عند عم حسن بس ب 380 جنيه. لو جبت كيلو جمبري من ده اقل من 800 جنيه يبقى انا كده مش تمام. 380 يا جماعه، مفيش بلاك تايجر ب 380. الازاز دوت لما تحب تجيبه ويقول لك انا عملت معاك واجب ب 800 جنيه. خش يا جماعه، اللوط الله اكبر، دي معاك من 3 كيلو لحد كيلو كله شغال، حجم اللي انت عايزه. اللوط يا جماعه ب 160، ما عادش فيه ورد والاسعار دي، اللوط ب 160 مفيش الاسعار دي خالص. النهارده البوري ب 160 جنيه. النهارده اقول لك ايه، الدينيس يا جماعه الله اكبر، واحده مش مطرخه تاخد كيلو هديه. الدينيس كله كده الله اكبر، كله بطارخ لاخر يوم في العرض. النهارده الدينيس ب 250، بكره لو جبت الدينيس ب 400 جنيه بحق. الدينيس في المحلات ماسك 550 600، احنا بنبيع ال 2 كيلو اقل من كيلو، الاثنين ب 500، كيلو ب 250، مفيش غير عندنا الاسعار دي بس. خش على السمك اللي بيضحك ده. النهارده انا جايب شويه بغبغاني يتحطوا يتصوروا كده ويتحطوا في متحف. يتصوروا اقسم بالله يوسف في متحف. متحف ده شويه عليهم. بص السمك يا يوسف. سمك. سمك جايبه الصبح بيعمل كده. حلواني كتير. يا باشا عيب عليك.